بسم الله الرحمن الرحيم. راح اشرح الحضرة الثانية من الفيسيو السينامديك ترانسميشن نمبر 2. حشرحها من النوتات. طبعا في البداية حنتكلم هنا حيتكلم عن المكونات تبع الريسبتورز. يقول لك في ريسبتورز كثير في البوست سينابتيك ممبرين اللي هو بعد السينابس. يعني هذا لو افترضنا انه هذا البوست سينابتيك ممبرين الريسبتورز تكون هنا. فحيتكلم عن المكونات تبعها. مكونين لكل ريسبتور. المكون الاول حيكون بايندينج كومبوننت. البايندينج كومبوننت هذا هو المكان اللي يمسك فيها النيورو ترانسميتر. يعني طبعا هذا يكون البايندينج كومبوننت. لو افترضنا انه هذا سيل ممبرين البروتين حيكون في جزء منه انتراسيلولار وفي جزء منه طالع برا. هذا البايندينج كومبوننت. النيورو ترانسميتر لما يجي يشبك هنا. هذا هو البايندينج كومبوننت. الجزء الثاني هو الانتراسيلولار كومبوننت. الانتراسيلولار كومبوننت هذا هو اللي يمشي اللي يروح لين داخل الخليه. هذا الانتراسيلولار كومبوننت او يسمونه الايونوفور. زي ما قلت لك انه باسس اول ذا واي ثرو ذا بوستسينابتيك ممبرين. هذا البوستسينابتيك ممبرين لو افترض انه هنا البريسينابتيك ممبرين النيورو ترانسميتر يحصل له ريليس من هنا. هذا البوست قبل البريسينابتيك ممبرين. هذا البوستسينابتيك ممبرين فهو يمر حوالين يخترق الممبرين بالكامل اللي يوصل جوا الخليه. طيب في نوعين من الريسبتورز. عندك ليجن جيتد او نوعين من التشانل عفوا ليجن جيتد شانلز او حتى تعتبر التشانلز هذه بدأت تعتبر ريسبتور اصلا. ونوع ثاني اللي هو الجي بروتين كابل ريسبتور. بالنسبه للليجن جيتد شانل واضحه جدا وما فيها تعقيد. كيف حكايتها؟ مجرد انه مشكله ان هذه الصوره تتعلم. طيب مش مشكله. لو افترضنا انه هذا عندي ممبرين. الممبرين هذا فيه تشانل اهي. طيب الشانل هذه هنا فيها بايندينج سايت. الشانل هذه حيجي فيها النيورو ترانسميتر حيمسك في البايندينج سايت هذا. مجرد ما يمسك في البايندينج سايت هذا حتفتح الشانل. طيب تقسيم الليجند جيت شانلز هذه يعتمد على نوع الترانسميتر هذا. النيورو ترانسميتر هذا اذا كان كتاين، بمعنى اذا كان شحنته موجبه حتكون كتاين شانل. اذا كان شحنته سالبه هيصير انايون شانل. بالنسبه للكتاين شانلز دائما او اغلبها حتكون تنقل الصوديوم، والصوديوم دائما اكسايتري دائما ينشط في اي شيء. وبدخول الصوديوم اللي هو اكسايتري مع دخوله هذا حيسبب نقص في خروج الكالسيوم في خروج البوتاسيوم والكلور. بس ما اذكره هنا. طبعا انا قلت لك انه اكثر شيء الصوديوم، وهو هنا ذاكر انه برضه البوتاسيوم والكالسيوم قد يدخلون، ولكن غالبا هي الصوديوم. زي ما قلت لك مع دخول الصوديوم يقل الترانسميشن حق الانهيبيتور الانهيبيتوري انايونز اللي هم الكلور شلته. فاذا كانت فهذه بالنسبه للكاتاينز اغلبها اكسايتري. اما بالنسبه للانايونز فهي دائما حتكون انهيبيتوري، اكبرهم هو الكلور. الكلور حجمه كبير والكلورايد. ف يخرج فلما يحصل اكتيفيشن للشانل تبعه حتتوسع هذه المنطقه، حتتوسع المنطقه اللي يخش منها الكلور فيخش فيها الكلور. ولكن هنا ذكر لك انه الهيدريتد انايونز لارجر ذان ذا شانلز، لان لو كان الكلورايد في الهيدريتد فورم حقه فحيكون اكبر بكثير من انه يدخل في الشانل. ما علينا، المهم انه تعرف ان الكلورايد هو انايون وانيبيتوري. الصوديوم والكالسيوم اكسايتوري. بالنسبه للبوتاسيوم
خروجه من الخلية من جوا الخلية يطلع برا الخلية انهيبيتوري يعني زي الكلورايد. طيب هذا بالنسبة للليجنت شانل قلنا نوعين على تعتمد على نوع الايونز اللي تخش فيها. طبعا في شيء انا قلت غلط اللي هو قلت تعتمد على نوع الترانسميتر مش على نوع الترانسميتر تعتمد على نوع المواد اللي تخش فيها بمعنى انه قد يجي هنا استايل كولين يسمح بدخول مثلا صوديوم مش على نوع الترانسميتر على نوع السبستنس اللي تخش او البارتيكلز اللي تخش من الشانل. بالنسبة للجي بروتين الجي بروتين ونوعية الريسبتورز هذه يسمونها ميتابوتروبيك ريسبتورز. طيب بالنسبة للجي بروتين فائدته انه يسوي لك prolonged action يخلي الاكشن يدوم لفترة طويلة. الميكانيزم حقه مشروح في الصورة دي بطريقة حلوة يجي النيورو ترانسميتر يشبك هنا لما يشبك في النيورو ترانسميتر. طبعا اول حاجة نتكلم عن الجي بروتين هذا كله على بعضه جي بروتين. الجي بروتين فيه ثلاث سيجمنتس الفا وبيتا وجاما. تبكلي يعني بشكل عادي نورمالي يكون مشبوك فيه الجي دي بي. اذا كان مشبوك فيه الجي دي بي يعني الجي بروتين هنا في ان اكتيف فورم يعني غير نشط. طيب لما يحصل له اكتيفيشن متى يحصل له اكتيفيشن؟ يحصل له اكتيفيشن لما النيورو ترانسميتر يشبك في الريسبتور في البايندينج سايت. الجي بروتين حيكون شابك هنا في الانترسيلولار بارت حق الريسبتور. فلما يحصل اكتيفيشن من هنا الجي بروتين هذا حصل له اكتيفيشن. كيف يحصل له اكتيفيشن؟ الجي دي بي هذا حصل له ينفصل الجي بروتين الجي دي بي هذا ينفصل ويجي هنا الجي تي بي يشبك مكانه. فهنا يكون خلاص كده في الاكتيف فورم. لما يحصل له اكتيفيشن يكون في الاكتيف فورم الالفا سب يونت هذه الالفا سب يونت حصلها دي اتاتشمنت يعني تنفصل عن الباقين. ولما تنفصل هنا لها كذا باتوي وكذا خيار على حسب نوع الخليه وعلى حسب الميتابوليك بروسيس اللي عندي. فقد تروح لواحده من التشانلز وتفتحها قد تروح لواحد من الانزيمات وتسوي لها اكتيفيشن. عاده هذا الانزيم من اشهر الانزيمات اللي هو ادينيلين سايكليز اللي يحول الاي تي بي لسايكليك اي ام بي او جي تي بي لسايكليك جي ام بي. فهذا هو اشهر انزيم اشتغل عليه. وقد يروح ينشط انزيمات ثانيه غير الادرينال سايكليز وبرضه له يلعب دور في الجين ترانسكريبشن ريجولا جين ترانسكريبشن. طبعا هذا جوا النواه و يعني استخدم يعني جدا برولونج اكشن. طيب زي ما قلنا هنا انه يفعل الاستسام في تحويل هذا طريقه الاكتيفيشن تبعه الجي دي بي يتحول جي تي ينفصل يجي الجي تي بي مكانه الاكتيفيشن اوف السايكليك ام بي والكلام هذا كله. فهذه نوعين الريسبتورز اللي موجوده. طبعا لو تسال السايكليك ام بي بعد ما يتفعل فين حيروح غالبا حيروح في بروتين اسمه بروتين كايناز.